تعال إلينا اليوم يا سيدنا المسيح وأض علينا بلاهوتك العالي. أرسل لنا هذه النعمة العظيمة التي لروحك القدوس المعزي لكي ينطق بكرامة يسيرة من أجل اسمك القدوس المبارك. هذا الذي تمجد في أفوى قديسك الأبرى سكان الأرض. هؤلاء التائهين في الجبال المكفرة بالجوع والعطش والبرد والسقيع معوزين متضايقين متألمين كقول بولس الرسول، لكن اسمك القدوس يا ربي يسوع يكون لهم نصرا في جميع ضيقاتهم. اسمك القدوس يا ربي يسوع هو ينجيهم من جميع شدائدهم، هو يكون لهم طعام حياة تقتد بها نفوسهم وأجسادهم معا، ويقول لهم ينبوع ماء حياة حلو في حناجرهم أكثر من العسل إذا أخبروا بها تفرح قلوبهم تزهر أجسادهم. إذا نطقوا بها تستنير عقولهم وترتفع إلى الأعلى قلوبهم. ألف ألف وربوات ربوات يسبحون ويمجدون ربي يسوع. كل من يقول يا ربي يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو، لأنك بالحقيقة قد تعاليت جدا في السماوات وعلى الأرض. كل الصديقين الذين أرض الله يدري سنة الناموس كله، والله كائن أمامه واسمه القدس في أفواه
هواهم كل حين كثيرة جدا هي رافتك أيها الحكيم العادل يا ربي يسوع. الله إيمانويل الطعام الحقيقي شجرة الحياة العديمة الموت تجمعي فيا يا كل حواسي لأسبح وأمجد ربي يسوع. يسوع هو ربي، يسوع هو إلهي، يسوع هو رجاء المسيحيين. في القليل القليل نذكرك ونمجد اسمك يا ربي يسوع. كل ليلة للرادية فنة تركها عنا ونطهر قلوبنا باسم الرب، فليكون اسم الرب فينا ليضيء علينا في إنساننا الداخلي. من في الآلهة يشبهك يا رب؟ أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب. مبارك أنت بالحقيقة يا ربي يسوع مع أبيك الصالح والروح القدس عنبر كثير الثمن هو اسمك القدوس يا ربي يسوع. أيها الحمل الحقيقي الذي لله لا اصنع معنا رحمة في ملكوتك، لأن فم أبيك يشهد لك أنك أنت هو ابني وأنا ليوم ولدتك. يقوم حولك الشيروبيم والسرافيم ولا يستطيعون أن ينظروك، ونحن ننظرك كل يوم على المذبح ونتناول من جسدك ودمك الكريمين. باركات الناموس ليس فيها شيء يشبهك، هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع الرجل التاجر كل ماله واشتراه. أترك لنا نحن أيضا الآن هذا الحجر ليضيء علينا في إنساننا الداخلي زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس يا ربي يسوع. أيها المتحنن والرب
الكثير الرحمة يا ربي يسوع. الشيروبيم يصفقون بأجنحتهم ويسبحون ويمجدون ربي يسوع المسيح. تغيب الشمس والقمر في زمنهما وانت هو أنت، وسنوك لا تفنى. باهتمام صلاحك تطأ السماوات ونزلت إلينا كمثل طيب حقيقي ومشفى. داوت جميع أمراضنا، انظر إلينا يا ربي يسوع بعين التحنن التي لصلاحك. اغرس فينا قلبا مستقيما لكي نبارك يا ربي يسوع. ابتهل لك يا ربي يسوع ان ترحمنا في ملكوتك.